سلام يا بنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير هاني ان شاء الله. نلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحه ان شاء الله. اليوم غنوريكم واحد الطريقه ديال الديكورات ديال الكوزينه ان شاء الله. خدموهم ويجيكم زوينين ان شاء الله. وكنا حنا كنخدموهم ب سينتا، دابا جبت لكم طريقة اخرى تبدلوا ما فيها، بس نبدلوا شوية. جبت لكم الطريقة هذه، صراحة كيجيو زوينين. درت فيه هاد الغطاء هادي ديال الفرن، ها هو. دابا كنصايب جيل التلاجة، ها هو الجيو هادا، ها واحد اخر صايبت هادا باش ما يجينيش فيديو طويل. بقاو ليا جوج جيوبا نخدمهم معاكم ان شاء الله، يعجبكم الطريقه ديالهم وتطبقوهم ان شاء الله. علاش لا؟ بغيت كنشكركم كاملين اللي داخلين عندي جدادات، كنشكركم كنقول لكم شكرا شكرا بزاف. زيدوا دعموني وتفرجوا في الفيديو حتى الاخر، وكنشكركم من قلبي. بغيت كناخذ الصابون، الصابون من هذا الشيء من الفوق، ها هو نوريه لكم. ها هو بغا نجيب السمنتة هادي، عفوا هاد الدونتيل، لازم يبدل شوية فيها باش يبدل الخدمة. السوجي وكنزيد بنزيد عليها بالماكينة، غنزيد حتى الحاشية ديال الجيب، نخلي البرا وندور. طاحت الشتا، تبارك الله تبارك الله، الرعاد الحمد لله شكرا لله. المنتخب ديالنا ربح ان شاء الله، ان شاء الله شتي راه سبقتي انا، ان شاء الله باقي كاع ما بداو. نتمنى التوفيق التوفيق والنجاح ان شاء الله، يجيبوا الكاس ان شاء الله. ها هو الجيب ديالنا، ها هو الجيب الثاني. دابا ان شاء الله نوريكم كاع الفصاله ديال نقد واحد البلاصه باش نفصل، نوريكم كاع الفصاله ديال هادشي ان شاء الله. قال لك يدوز عندي، نوريكم كيفاش غنخدمو ان شاء الله. سير الخيط من الكانيت، عندي واحد الكوموند ديال العبايات ان شاء الله غنخدمو معاكم كامل ان شاء الله. الى لقيت ليا الفرصة نوريكم كيفاش غنخدمو ان شاء الله. عندي مونطوات ديال البرد نخدمهم معاكم حتى هما ان شاء الله. Thank you.
البنات. نجي ندوز عليه الماكينة ندوزو بالطريقة ماشي. نجي نركب تاني نقد هاد البلاصة هادي باش نحط فيه هادشي لخر. جبت الماكينة بلا ما تعدى البنات تاني رجعت معكم ساليت لاباط ديال المهم ديال الثلاجة. نتمنى يعجبكم ونطبقوه ان شاء الله. كيجي سامبل وزوين.
بدلو شويه، يعني كني اللي معروفين نخدموهم بالسينتا واللي جا كيتباعو في السوق، بدلو شويه نديرو شي حاجه اخرى باش الخدمه زوينه على هيك. نقيسها في الخيوطه، المهم الشكل ديالها كيجي بحال هكا، كيجي زوين. منساوش تحطكم بلا لايك وبالبارطاج وبالكومونتيرات، كنشكركم البنات كاملين. حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله. باي باي البنات.